السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نشارككم واحد الحصه مع السي حمزه. السي حمزه بخير؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. السي حمزه شحال من ساعه تقريبا دابا دوزتي معنا في سياره التعليم؟ شي 6 سوايع. شي 6 سوايع تقريبا. ان شاء الله نبداو على بركه الله. من بعد ما المرشح ديالنا وقاد الكوسان ودار الصمطه الى اخره، غادي دابا غيديماري الطوموبيل باش نتحركوا ان شاء الله تعالى. حنا كندورو في الكونتاك هو الاول وما كنديماريوش، يعني كندورو في الكونتاك القدام بحال هكا وكنتسنى حتى كيطفى الطابلو، من بعد هانتوما لاحظوا ومن بعد كيديماري. بعد يعني بطبيعه الحال خصني نتاكد بان الطوموبيل تكون في واحد الوضع ديال الحياد اللي هو بوا مور، ما يكونش ديزل الفيتاس. هنا كنهبطو فرانا ما هو الاول، عاد باش كنشونجي الفيتاس، يعني كندير برومي هو الاول باش ما نساش، ومن بعد كندير المستوى الاول من السرعه. كنرد البال للمرايا وكنشوفو ونديرو السينيال ونتحركو على بركة الله. سير الله. كنتسناو حتى تخوى الطريق بطبيعة الحال، فوالا وكنبقى ديما كيف ما كتلاحظو هنايا، كنبقى ديما في المسلك ديال السير العادي. كنزيد السرعة، كتوصل تقريبا سرعة المحرك تقريبا 2000 دورة في الدقيقة باش كنبدل المستوى الثاني ديال السرعة، وكنزيد كذلك كنزيد في الفيتاس حتى كتوصل عاوتاني يعني 2000 دورة في الدقيقة على الدوزيام باش كندير تروازيام. يلاه زيد شوية في السرعة السي حمزة. لاحظوا دابا الموتور حنا باش كيوصل 2000 دورة مع المدة مع الممارسة كنولي نسمعوا غير الصوت ديالو، يعني كنعرفوا ديك 2000 دورة في الدقيقة غير بالصوت. هنا كما كتلاحظوا السي حمزة هو معمر المسلك الثاني ديال التجاوز، لأن كاين شاحنات مبلاصين على اليمين. قبل راه دار السينيال، شاف المرايا، كاين واحد الطوطان هنا، كنحط رجلنا على الفران باش تولي الطوموبيله ثقيله، وكندير لومبرياج وكنكراطي الدوزيام. ملي حطيت رجلي على الفران يعني هبطات السرعه ديال الطوموبيل، وكذلك هبطات السرعه ديال المحرك 1000 دوره في الدقيقه، عاد باش كراطيت من تروازيام لدوزيام. في هذه الحاله غادي نبقاو في اليسار، لان غنديرو دومي تو ديال السينيال. حيد الاكسيراتور مرة باش غادي نتقلو. هنا دابا تقلنا بواحد السرعة بطيئة جدا، لأن دومي تور كتكون 180 درجة. فوالا، من بعد ما كنعطيو الأسبقية اللي جايين أونفاس معانا وكندورو، كنهز نصف لومبرياج باش الطوموبيل ما تدورش بالجات، وكنجي هنا 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 في اليمن، ديما ندور نجي في اليمن. معليش غادي نعاودوها إن شاء الله. فوالا، كنبقى من بعد ملي كنتجاوز هاد الطوموبيلات اللي مبلاصين، كنعاود نرجع للمسلك ديال السير العادي. من بعد ملي كندير السينيال ونشوف المرايا، فوالا كنرجع للمسلك السير العادي وكنزيد السرعة عاوتاني باش كنبدل الفيتاس. هنا المرشح ديالنا هو دوز المستوى الثالث، لأن الموتور تقريبا وصل 2000 دورة في الدقيقة، اللي هي كنسميوها حنا الريجيم ديال الموتور. يعني إلا بغيتي تقتصد في الوقود يعني ما ديباسيش ديك 2000 دورة في الدقيقة، باش يعني حتى الكونسوماسيون كتكون قليلة. غادي هنا كاين واحد الدراجة خصنا نتجاوزوها، فمن بعد ما شفنا المرايا خلينا واحد المسافة جانبية وتجاوزنا بالسينيال بطبيعة الحال، ورجعنا عاوتاني لمسلك السير العادي. غادي نمشيو حتى الراس حتى الفروج ياك، وغادي نديرو دومي تور وغادي نرجعو ان شاء الله مع هاد الشارع. فوالا، هنا غادي نعمرو اليسار حيت اليمين ديالنا عامر. غنشوف المسلك ديال الدوبلاج، غتخلي السينيال على اليسار، السينيال باش اللي وراك بغا يضوبلك على اليمين ما عندكش مشكل، غتعلمو باش يضوبلك على اليمين. واحد شوية هنا سي بون. فلاحظوا معانا دابا هنا كاين واحد الملتقى الطرق، غادي نتقلو الطوموبيل وغنكراطيو الفيتاس دوزيام، غادي نرجعو داك المستوى من الثالث للثاني. من بعد ما تقلنا الطوموبيل يعني هبطات السرعة ديال السيارة قل من 30 كيلومتر في الساعة، وكذلك سرعة المحرك كتهبط قل من 1000 دورة في الدقيقة. وهنا ملي وقفوا العجلات كنديرو بخومي باش نعاودو نطالقو، ولكن بما ان الضوء الاحمر باقي شويه معطل، فغادي نديرو بوا مور وغادي نحيد رجلي على اللومبرياج باش ما يعني حساب ديسك لومبرياج على حساب الرجل ديالي حتى هي باش ما تعياش ليا على اللومبرياج. كندير بوا مور وكنطلق اللومبرياج بصفه نهائيه. باقي السينيال ياك؟ فوالا، يلاه سير دير برومي دابا.
غادي نفوتوا التروطوار بالكتف ديالنا باش ما نضربوش باللور ديال الطوموبيل. من بعد ما كنعطيو الاسبقيه لهاد السيارات اللي جايه في الامام فوالا ونطلق لومبرياج. غاتلقى لومبرياج ماشي مشكل حيت انا غادي نبرومي ونجيو هنا في المسلك ديال السير العادي، يعني مباشره كيف ما ندور كنجي في هذا المسلك ديال السير العادي وصافي باش كنبدا نزيد في السرعه، لان هاد النقطه خطيره جدا. شحال واحد كيدير نصف دوره بحال هكا بالدوره يعني ديال الزاويه ديال 180 درجه، فاش كيدور كيمشي لليسر وهذا خطير، لان كيكون واحد جي وراك مباشره انت داير هو مباشره غيضوبلك. حط رجلك على الفران فوالا، تقل شويه باش على حساب هاد الحفره هذه تقل مزيان صافي، راه طلق الفران فوالا. اذا بحال هاد السلوكيات خصنا نتفاداوهم على الطريق، يعني الا درت في اي دوره سواء داير على اليمين او على اليسار او دوميتور، فمن الضروري انني التزم مع ندور ماشي مباشره التزم المسلك ديال الايمن اللي هو مسلك السير العادي. المهم اخوان المشاهدين، هنا هاد كنا وخدينا غير واحد، كانت هادي غير واحد الفكره على لا سيركيلاسيون، على يعني بغيت نشارككم هاد الحصه هادي مع السي حمزه، مشكور حتى هو من هاد المنبر، ونتمنوا ليه النجاح ان شاء الله والتوفيق في المسيره ديالو في مجال السياقه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.